القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. 8211 أبدى مارسيلو استعداداته لمواجهة اليوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث غرد عبر حسابه على التويتر حول جاهزيته للقاء المرتقب. هذا وقد أكد النجم البرازيلي بأنه سيحاول أن يبتكر ويقدم الأفضل في تلك المباراة حتى يتمكن من وضع بصمة قوية يقود من خلالها الريال لتحقيق البطولة 12. تصنيفات الخبر: الريال، دوري الأبطال، مارسيلو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.